توا مانيش مستعرف بلي ثم ثورة. شوف أنا سميته فتح رباني مع احترامنا لكل من بذل مجهود ولا مات ولا تجرح. فتح رباني، فتح رباني من أنا ومن أنت باش نجي نغير يعني بلاد كنت معناها من أتعس الأنظمة في العالم، فهمتني، ونظام بوليسي وقبضة حديدية باربعة من ناس ونصف معناها عملنا ثورة. لا، أما شوف ثم ناس غيرت أنفسها. ما معنى فتح رباني؟ بمعنى فتح رباني يعني حاجة جات من عند ربي، فهمتني؟ من أنا ومن أنت باش تجي تقولي لا وإحنا وعملنا وكذا كذا. الحمد لله ربي توا المسؤولية بعد الفتح، خاطر قبل قلنا خافوا. أنا الحمد لله كنت نقرأ في النخلة. معناتها تحكي على معجزة إلهية صارت معناتها إلى حد ما. وشوفي عهد المعجزات، ديما عهد المعجزات، المعجزات ما توفاش. البشر هو اللي يمثل ربي على الأرض معناتها، والبشر والخوارق الطبيعية شو سمي هذيك؟ طبيعية فماش طبيعة، كل شيء بقدر. اللي قاعد يصير في الـ في الـ في الكون هو قدر الرحمن، فماش كلام. اذا شوف شوف خليني نكمل لك الفكره. برك انا نحب نسالك في هذه سؤال، كمل لي. اذا لو كان الناس هذم عملوا لدينهم هل يستناو مقابل بعد؟ شوف سؤال راهو بريء، ما تفسر لي. ما يسالش هو للدين، لكنهم دام في الدنيا وعندنا السنه النبويه يعني توا اللي هاجروا مع سيدنا وخلوا اموالهم وخاضوا الحروبات كانوا ياخذوا نصيبهم في الغنائم ولا اغنياء. غنيمة شنو؟ غنيمة الحروب. به غنيمة الفتح الرباني معناتها. اي نعم سيدي، كل شيء شوف كل شيء يتدرس وكل حق يعني واضح. ما قلناش احنا الناس هذوما اي ناس ضحات، الناس مظلومين. باهي بربي اللي عنده 20 سنة يعني مطرد من خدمته من غير وجه حق وحياته تدمرت وتوا باهي. هذا يا سيدي هذا عنده حق ولا؟ اما مش نقولوا لا نفلس لا بالمعقول، لكن شوف شوف راهو الحق ما يوليش باطل والباطل ما يوليش حق. هو حكايه توقيت، راهو الناس مختلفه في التوقيت مش في التوقيت. انا معك. لا يا سيدي فما اولويات في البلاد، الاولويات وبالمعقول لا نجيو للي عنده حق نقولوا لا انت عملت الربي، عملت الربي وانت مزلت في الدنيا نعطيوك توا يعني معناها كيما نقولوا اجرك، يعتبر اجره حقه مش اجره منا من عندك. قلنا حقه 20 سنه الاصل فيه يخلص فيها ال 20 سنه بعد الثور. افونس مش افونس. لا افونس والبقيه ثواب عند ربي، عاد خليه شويه نحن للاخره. معناتها تحكيو مثلا على الغرب خليه للاخره. اللي تربط ظلم 24 ساعه يصير سي عادل، خليه للاخره شويه. لا وافقني في هذه برك، رغم اللي انا ننصح الناس كله صحيح يا اخي، الاخره خير وابقى وما عند الله خير بالتبعية. لا هذاك نظريا، اما تطبيقين لا والله. وانا ما نحب شوف لا ندافع على حد ولا نهاجم في حد. انا نعرف ناس معاناه، نعرف بنيه تقريبا 18 سنه دخلت للسجن تو عمرها 38 سنه، شو باش تعوضها؟ كي تعطيها ملاك ليله الكل ما تعوضهاش. بقى هذه مش بالمنطق هذا، اما اللي هو حقها يعطيولها سبحان الله، اللي هو حقها بالقانون الوضعي يا سيدي مش الشرع. به سي عادل، اما بربي حبيت نقولها ونعاودها. تو اللي تربط ظلم 24 ساعه في الغرب يولي ممكن ياسر يجي معناها مبلغ مالي يعيش به مرتاح، معقول ولا ذلك؟ لا به سي عادل، وقص على ذلك الغرب وقت اللي تحبوا تاخذوه كمثال تاخذوه، وقت تحبوا تلعنوه تلعنوه. به اما لكل مقام المقال بالطبيعه، ناخذوا منه الحكمه، واذا كان حاجه اخرى شذوذ ولا كذا كذا بالطبيعه الى سله المهملات. هكا التوريست تلبسهم جبن بعد تقول لي الغرب كذا. به اذا كان حب يب والله على جبدان الله، كي مشيت مره بجبه عجبهم. اي توريست راجل اش تقولوا له معناتها؟ نطهروك ولا شنو؟ شوف احنا معاك انت اللي تحب تكون العمليه فيها مراوحه ما يسالش. احنا شوف احنا نحكيو على المظهر العام باش نحترموا بعض. فهمت؟ يعني هو راجل نجم ينجم ينجم راجل بين رجال ما يحترمش الرجال، ومراه بين النساء ما تحترمش النساء. واضح يا سيدي، هات نتفقوا يعني في هدايا الاحترام المتبادل. احنا عندنا شعار في الجمعية، انا احترمك والزمك باحترامي. قالوا لي قوية شوي، سبحان الله انت قبلتني نحترمك وتقول لا، هو جهة متبادل. به سي عادل العلمي لهنا معناتها الحكاية أولويات. احنا حكينا في البلاد معناتها توصلوا الفصل بين الناس في المعاهد، هاو بحورات كل واحد يعوم وحده وغيره، في حين مشاكل البلاد مش هذه. ما تنجموش مثلا يقول لك انتم معمولين كيما الدميه باش تبعدوا الناس على مشاكلهم الاصليه،
شنو اللي يهم المواطن اكثر، انه الرشوه ما زالت ولا انه السائحه لازمها تلبس روبه طويله؟ شنو اللي يوجع المواطن اكثر، كي ما يلقاش خدمه لولده ولا فما لوحه في العبدليه؟ شنو اللي نرفز المواطن اكثر، انه الماء مقصوص عليه ولا تصويره مارلين مرو في افيش؟ معناتها موجودين لامور ثانويه ما تهم حتى المواطن، باش تعملوا زوبعه باش تبعدوا كانكم معناتها جناح للحكومه، تبعدوا الناس والمواطنين على مشاكلهم الحقيقيه. باهي، هو تو هذا سؤال طويل برشا. أبقى أنا يعني لحد ما باش نجاوبك بإيجاز. أولا كل واحد عنده اهتماماته، أنا تو جمعيات يجيونا على أساس يقولوا أنتم مثلا نقول اليتيم هاو كثما اللي خاص، احنا الجمعية هذه تختص في المجال هذا، المجال الدعوي وخاصة في الفضاءات العامة. تو عندنا قانون، قانون يجرم المجاهرة بالكبائر، هذا احنا يا سيدي اختصاصنا سبحان الله. توا مشكلتنا مجاهره بالكبائر ولا البطاله؟ اش بيكم ما تتكلموش على البطاله، على المشاكل، على الحظائر اللي ما خلصوش، يتكلموا على هذه الكل. اما قلنا ما كل واحد واهتمامه اقبل ما تجي تقول. وانت سعاده تلهلنا بمشاكل تونس الاولى، معناتها مشاكل تونس المهمه، يزينا من لابس وسايح يغطي روحه والاخر يتكيف، راهو البلاد معناتها بطاله ودنيا نتلهوا بها ومن بعد نتلهوا. انا نرى المجاهره بالكبائر اخطر، هذيك تجيب البراكين وتجيب بالزلازل وجينا سومطرة. لا لا يعني. التونس شوف هذا انا مسؤول عليه. معناتها النشره الجويه انت باللبسه تمشي معناتها. النشره الجويه قال ربي بسم الله الرحمن الرحيم. غدوه شتي باش تصب. بسم الله واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. يعني في حديث يعني احدى زوجات النبي تسال سيدنا صلوات ربي وسلامه عليه، قالت انهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم اذا كثر الخبث. ولهذا هنا اذا كان كثر الفساد راهو ربي يعني ينجم يجي العذاب يعني شامل. وبالتالي علاش قلت لك شعيره هذه وفي المثل السيء ربي يذكر بني اسرائيل بايجاز وهذه هي قرانيه، قال ربي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لا يا سيدي احنا ننهيو على المنكر ونامروا بالمعروف، لكن ننهيو على المنكر بدون منكر ونعمله بالمعروف بمعروف. واضح هذا اللي بيناتنا. واضح سي عادل العلمي، معناتها رايك واضح انه بالنسبه ليك مثلا مجاهره بالكبائر اهم من قضيه اللي هي البطاله ولا غيره. وجهه نظر هذيك تجيب الخير وهذيك تجيب تجيب الصابه وهذيك تجيب اقتصاد مزدهر. واضح. ورب يقول وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. سيد عادل العلمي احنا حبينا نعرفوا على الاولويات. انا قلت لك معناتها الناس يقولوا مش اولويات، الاولويات ان ننتهيوا على الكبائر ونقوموا بالواجبات. معناتها لو كان وجهه نظرك واضحه انا ننقلها حسب ما فهمتها، لو كان نبعدوا على الكبائر ونبعدوا على الحاجات هذه تو ربي يثمر وتو يبعدوا علينا الزلازل ويبعدوا علينا نشبعوا في قروشنا بالمعقول. معناتها مش ندعو بنات تونس باش يلبسوا حوايجهم ينقصوا البطاله 200,000 على الاقل. انا والله ساعات كي راه مظهر كيما ذا نقول ثم كيس تاع قماش في البلاد. ايه معناها واضح واضح بالعكس هو الحوايج معناها بالمتر وبعرضين وكذا ما نعرفش علاش. سي عادل العلمي كلامك واضح، نحب تصفيق على سي عادل العلمي. ربي يفتح عليكم ان شاء الله. شكرا لك السيد.